اصلح هات الاصلاح هات اصلاحات البنية التحتية اهم شوارع المدينة. سوريا صيدلية الإكسوس هي كاينة هنا هذا المكان. شارع حسن الثاني، مرحبا بكم في شارع حسن الثاني أحباب الجميع. هاهي الصيدلية شتو تلف لبعض الناس، ولكن مع هذا الفيديو ما غتلف لكمش. غرفة ديال التجارة والصناعية، شحال من واحد كيسول عليها هي هنا، غرفة التجارة والصناعة هي هنا، شفتوها، شارع حسن الثاني كيف أصبح؟ حرارة زايدة شوية. هذا هو اللي كيسموه العريشين باسيو، وهذا باسيو. تحياتي للجميع كالعادة، تبارك الله عليكم. انتم دابا في قلب العريش. اللي داروا دابا داروا هنا الطافي، شتي الشكل ديال الطافي زوين. باسيو وباسيسي شتو شنو الجديد؟ ها هو الجديد، هو هاد الطافي هذا هنا. ساحة التحرير، ساحة إسبانيا، بلاصة إسبانيا، متنفس العرائشيين بامتياز. دابا في العشية ما جبرش الكرسي ديالك هنا، مع أن العشرات ديال الكراسي هنا. في العشية إلا ما جيتيش بكري ما جبرش الباب. هادي شارع إسبانيا، هو هذا الطريق إلى قنصلية إسبانيا هي هنا على اليسار. وشي طليلة كالعادة على البحر. ها فين كيكمل الجمال ديال المدينة، ها هذا المنظر، هذا المنظر الرائع والجذاب. أنت في مدينة العرائش، برج الفتح. هاي شقة، ها المطربة، ها الصيادة هنا، ها
اللي بغى يتمنظر يخطر عوينته يجي لهذا المكان هذا حدا السبيطار القريب ويتفجج لنا راسو صوت الامواج والهواء العليل. روعة الخلق. فين غتجبر بحال هذا المنظر هذا؟ فين يا اخي يا اختي؟ فين؟ تحية لكم من العرائش شارع بئر انزران من شاطئ دار الغرباوي. ها دار الغرباوي، يا دار الغرباوي. هذا الطوبيسات الجداد اللي كي يجيبوا عمال العاملات ديال الشركات. أنتم بين أحضان مدينتكم الجميلة مدينة العرائش، دائما وللأسف لا مهرجانات لا أنشطة. كرة نقلنا لكم داك الشيء للأسف، وخير إن شاء الله، خير إن شاء الله، خير إن شاء الله في المستقبل القريب. وكتسمعوا دابا تراطم الأمواج، شكون اللي ما عندوش قصة مع هاد الأحجار مع هاد المكان الجميل؟ كلنا عندنا قصة. الدراري سبحان الله اللي كيبغيو ينزلوا لهنا كينزلوا من هنا كيهودوا ليه عاد كينزلوا هنا. عاد كيوصلوا للحجر، وكاين اللي كينزل من داك المكان راه هو. وفي الصيف راه كنا كنشوفوا السلاطوس، نعم اسيدي، الارتماء على البحر من هذا المكان الجميل. من هنا كانوا كيرتميو، راه عندنا بعض الفيديوهات اللي فيهم الدراري كيتسلطوا من هنا حتى لهذا المكان هذا. علوم شاهق تقريبا 15 متر، كيكون البحر عامر، كيتلاحوا من هنا من هذا المكان ما شاء الله حتى لهنا. تحياتي لكم الحباب، تبارك الله عليكم. ما تنسوناش دائما الاشتراك ديال الفيديو مع الاصدقاء مع الاحباب عبر وسائل عفوا التواصل الاجتماعي. الله يجيب التيسير. واحد المركب جاي مراه طيور. مراه الطيور يعني انه عنده شي بركه ان شاء الله، لانه كيلوح ديك الدشي، الدشي كيبقاو تابعينو الطيور. غيقربو باش نقربو الصوره ان شاء الله. المركب كنتسنى يدخل، ما دخلش، راه بقى واقف، بقى واقف، لعله خير. احسن العون، كل واحد كيفاش جبرها.